هي محمود طه. بالنسبه للقانون او الضمان الدستوري هقول مره، اذا كان فعلا هيغير المواقف الاجتماعيه او مش هيغيرها، فده في الحقيقه احنا يعني انا بنطلق من قناعه معينه ان الدستور في حد ذاته هو الاساس، هو القاعده، لانه بيحط القوانين لاجيال مش لجيل واحد. وبالتالي احنا لازم نضمن حقوق المراه في الدستور، سواء كنا نملك آليات تفعيل هذا القانون أو لا، لكن ده هيسمح بعد كده في المستقبل لأجيال أكثر وعياً لتفعيل هذا القانون أو استخدامه، وإيماناً طبعاً مننا يعني بأن حضارة أي دولة بتقاس بقدر تطبيقها للقانون. فإذا ما علينا بعد هذا ضمان دستور يضمن حقوق المرأة، يستند فعلا لحقوق الإنسان كل ما في الكلمة من معنى، بحيث أن يسمح بعد هذا تطور الوعي للمجتمع أن هو يفعل هذا القانون. ونأمل طبعا في هذا بعد الثورات، خصوصا إذا قدرنا نتصدى للتيار الإسلامي السياسي اللي أصبح يهدد حقوق المرأة ويهدد كمان الدستور القادم.